هل الاستماع للموسيقى الهادئة حرام ومتى يصبح الغناء حلالا؟ يعني هذا نفس الكلام يعني اللي قلنا قبل قليل مع الأخ الفاضل جزاه الله خير، وهو قضية إنزين الموسيقى الهادئة حرام، طيب الموسيقى غير الهادئة الصاخبة مثلا، هي القضية قضية هادئة أو صاخبة، قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحراء أو سيأتي أقوام يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف، طيب فهذه المعازف عدها النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحلها الناس، فدل هذا على حرمتها، خاصة أن ذكر مع أشياء محرمة وهي الحر وهو الزنا والحرير بالنسبة للرجال والخمر والمعازف، فعمها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها صلوات ربي وسلامه فدل على حرمتها، فالأصل أن المعازف محرمة ولا سواء كانت هادئة أو صاخبة أو وسط بين ذلك كل هذا لا يجوز. نعم. يقول وهل متى يصبح الغناء حلالا؟ الغناء بدون موسيقى هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني أكثر الأغاني خاصة القديمة وكذا هي عبارة عن شعر يتغنى به، فإذا كان الكلام حسنا فهو حسن، وإذا كان غير حسن فهو غير حسن، كان يكون هجاء أو يكون فخرا أو يكون يعني فيه غزل غير مقبول أو غير ذلك من الأمور، هذا يكون محرما، وإذا كان كلاما رصينا أو عاديا مباحا ما في بأس إن شاء الله تعالى، هذا جائز. فالغناء في حد ذاته لا يقال عنه إنه حلال ولا يقال عنه إنه حرام، والأصل إباحة في مثل هذه الأمور إلا إذا نظر إلى ما يصحب هذا الغناء، فإن صحبت الغناء موسيقى والله حتى لو كان مدحا لله أو مدحا للرسول صلى الله عليه وسلم يكون حراما لا للغناء ولكن للموسيقى التي صحبت هذا الغناء، فإن كان ليست معه موسيقى ينظر من الذي يؤديه، هل هي امرأة تؤديه بين الرجال، هل يؤديه رجل بتكسر مثلا وميوعة وما شابه ذلك من الأمور، هل الكلمات مناسبة أو غير مناسبة، فهذا الذي يعني ينظر فيه إلى الغناء، إذا الغناء ينظر إلى الكلمات وما يصاحبها وبناء عليه تقول هذا الغناء حلال هذا الغناء حرام.